وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور، بعد التحية، كيف ترى مستوى العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خاصة في ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين وزيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. وفعلا يعني هي علاقات مصرية زي ما أكد عليها سيادة وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي، إن هي علاقة تمتد إلى عقود طويلة من التعاون المشترك. أنا عايز أقول إن الزيارة ديت جاءت ملخص لما يدور حول المنطقة من صدمات خارجية ومن مشاكل، يعني زي ما عرض التقرير بتاع حضرتك وزي ما احنا شفنا وزير خارجية الأمريكي بلينكن مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع وزير الخارجية، هي ملخص لكافة ما يدور ما حوله من صراعات في المنطقة الإقليمية، سواء إذا كان في السودان، سواء إذا كان في لبنان، سواء إذا كان في قطاع غزة. فأنا بعتبرها كده ملخص لما يحدث في المنطقة، وبتدور في فلك إن مصر الدبلوماسية الخارجية بتاعتها بتشتغل بزيرو مشاكل حول كافة القضايا الموجودة في المنطقة، سواء إذا كان في الجنوب، سواء إذا كان في البحر الأحمر مع الحوثي، سواء إذا كان في قطاع غزة. النهاردة وزير الخارجية اتكلم وقال إن هناك علاقات مصرية فعلا مشتركة وبتمتد إلى أمد كبير. النهاردة أيضا وزير الخارجية الأمريكي قال إن هو جاي علشان يدعم جهود مصر، وإن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية علاقات كبيرة، وجاي يدعم الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي ده اللي بدأته مصر منذ عام 2015. واتكلم قال كلمة حلوة قوي، ان هو يصبح اكثر تنافسيا وديناميكية، واعتقد ان ده بيرجع الى رؤية مصر 2030 في الاقتصاد بتاعها، ان هو يكون اقتصاد متنوع قابل للابتكار والابداع والتنوع. وزي ما احنا شايفين وبتشهد مصر كثير من المشروعات بين جميع الدول في المجتمع الدولي، خاصة في الطاقة المتجددة في محور قناة السويس، محور التنمية الاقتصادية في قناة السويس. كمان اتكلم النهاردة بلينكن عن توسيع الفرص الاستثمارية، وهو حقيقي اتكلم النهاردة في شقين، شق اقتصادي وشق سياسي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الشق الاقتصادي، اتكلم عن توسيع الفرص الاستثمارية، وخاصة اتكلم عن نقطة مساعدة النساء في مشاريع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووصول التمويل إليها، وكمان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق الاستثمار الأجنبي الأمريكي في المجتمع المصري. نعم. ويتكلم إن هو عايز يزود حجم الاستثمارات أكثر من 100 شركة أمريكية موجودة عندنا في مصر، وده إن دل دل على تعزيز قوي للعلاقة الاقتصادية أو العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كمان اتكلم عن تطوير التعليم والمنح الاقتصادية اللي بتمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر. اتكلم كمان في شق السياسي، والشق السياسي يعني اعتقد ان احنا اتكلمنا وسيادة الوزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي اتكلم على كثير من المشاكل، منها القضية السودانية. واعتقد ان احنا دلوقتي في يعني في حوالي 18 شهر من خلال القضية السودانية ولم تحل حتى الآن، وانا اعتقد ان احنا لابد ان احنا نرجع الى الروشتة المصرية اللي عملتها مصر في مؤتمر الحوار اللي عملته مصر في يوليو 2023 بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتكلمنا عن ان يكون هناك مفاوضات في الجانب السوداني. اتكلم ايضا عن سد النهضه وعن مشكله ازمه المياه، وان لابد ان يكون هناك اتفاق قانوني مشترك بين مصر وبين اثيوبيا في ملء السد وفقا لقواعد القانون الدولي. وجاء طبعا المشكله الكبيره في قطاع غزه، واعتقد ان هم اتكلموا باستفاضه عن هذا الموضوع. نعم. واتكلموا في خمس نقاط، يعني لو اقولهم. نعم. سريعا، اول تفضل. نقطه رفض مصر محاولات تصعيد الصراع والتوسع النطاق الحرب اقليميا وحرب مصر كمان. يعني النقطه الثانيه ان اللي اتكلم عليها وزير الخارجيه، ان مصر كانت حريصه على امن لبنان واستقراره وسيادته ودعمه في مواجهه اي هجوم سبراني اللي تعرض اليه زي ما احنا حضراتكم شفنا امس، وده كمان اللي كان مركز عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. النقطه الثالثه اتكلموا ايضا في حل الدولتين، ان هو يظل هذا المبدا هو المسار الاول والاخير لتحقيق السلام والامن المستدام، وده اللي بيركز عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان لابد ان يكون هناك امن وسلام مستدام في هذه المنطقه من خلال حل الدولتين والرجوع الى الحدود ما قبل 7 وستين.
60. طيب دكتور، يعني هذه النقاط نعم، يعني التأكيد على إزالة كافة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية. وعايز أقول لحضرتك إن ده كان مطلب مصر من يوم 21 صحيح. أكتوبر 2023 في مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية، ودخول المساعدات الإنسانية المستمر والمستدام في هذه المنطقة من خلال معبر رفح. خامس نقطة والأخيرة، أعتقد أن يعني كانوا بيتكلموا عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية الممتد من بعد قطاع غزة في الضفة الغربية، والخوف والخشية من توسع هذا الاحتلال من بعد قطاع غزة وهدم البنى التحتية الموجودة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية ومن ثم القدس، ومن ثم نلجأ إلى فض القضية الفلسطينية، وده اللي بتخاف عليه القيادة المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو فض القضية الفلسطينية. وارجع أقول لحضرتك إن احنا بنرجع للثلاث لقاءات اللي احنا بنتكلم عنهم، لا لفض القضية الفلسطينية، لا للتهجير القسري الخاص بأهالينا في قطاع غزة، وأيضا لا لوجود الاحتلال الإسرائيلي في معبر بلدلبيه. شكرا على هذا العرض الشامل لمجمل تصريحات وزير الخارجية أثناء زيارته إلى مصر، وزير الخارجية الأمريكي. أشكرك دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.